وفي كريدت طبعا. فطبيعي ان انت هي بس الخوف دايما في الكوره هو الخوف عندنا على فكره في الكوره المصريه. جمهور الكوره المصريه متطلب جدا بيدور على الكمال هو الفكره في حاجه ان انت عندك هنا في الكوره المصريه يعني هو الجمهور بيدور على الكمال بس الجمهور كمان حاطط ايده على قلبه طول الموسم. ليه؟ لان احنا عندنا وده تحديدا في مصر والله ابس اند داون ال10 ماتشات و10 تحت مش مضمون يعني فجاه اللعيبه طبعا ابسط مثال بيراميدز طبعا ابسط مثال الاهلي ابسط مثال الزمالك الثلاثه كده الفكره في كده الفكره ان يعني بره مثلا مش زي ما ابتدوا الموسم بتاعهم لا 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 ابتدى الاهلي ابتدى الواير مرعب مرعب الزمالك ابتدى ما كانش قوي بيراميدز كان عامل كده جه كسب الاهلي بقى عامل كده انتقدنا بيراميدز اتغلب من الزمالك عامل كده العكس في الاول عمر كان ماشي كويس لعب الاهلي اتغلب راح عامل كده فهي الفكره لعب الزمالك اتغلب راح برده مكمل في الغلطات اللي فات الجمهور بيحط ايده على قلبه ليه لان بره ممكن الفرقه تبقى ماشيه امره عادي جدا تقع ماتش ترجع تكمل زي ما كانت لا احنا هنا الفريق لما بيقع الدروب العادي الدروب العادي هنا الفريق لما بيقع تقعد طالع حاطط ايدك على قلبك بقى هو دروب هيكمل ولا ما مط سلسله يعني هو دروب ماتش يعني ولا ده الطبيعي بقى بقول لك احنا دخلنا الدوامه بالظبط يعني هقول لك انا ما اعرفش عمر يتفق معايا ولا الزمالك لو كان تعثر النهارده مباراه الاسماعيلي وخرج من الكاس جمهور الزمالك كله كان يحط ايده على قلبه ان الدوري ان ايه ده الدوري الدوري ممكن يروح من كلام جواري عمر يعني ماتش النهارده لو الزمالك هنقول ان هو ما اداش الاداء اللي هو افضل شيء بس حقق الهدف وكسب هيبقى مؤثر في مباراه فرق لا 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 لا, لا بالعكس الزمالك داس هولد في المباراه الصح بالظبط يعني هو هي مباراه كاس هو اللي عايز ايه كيك اند ران كسب وجري خلاص شاط وجري فهو ماتش زي ده اخطف وجري خد التأهل بطاقة التأهل شكرا رايح اللعيبة عندي ماتش يوم الجمعة فمش هتأثر بالعكس هو التركيز انا اتوقع ان الزمالك هيرجع لأدائه السابق في مباراة